تتواصل فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه تحت شعار الاستجابة لندرة المياه خلال الفترة من 20 وحتى 24 من أكتوبر الحالي، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي. مزيد من التفاصيل ستكون مع زميلي أحمد رجب مراسل إكسترا نيوزي. أحمد، إليك الكلمة، تفضل. آية، لك تحياتي وللسادة المشاهدين. كما ذكرت، هذه هي النسخة الثانية من ذلك المنتدى أسبوع القاهرة للمياه، حيث يحضر عدد كبير من الدول ومن خبراء المياه في العالم، حيث تحضر هذه الدورة وهذه المرة 100 دولة عربية وأجنبية و30 منظمة دولية. هذا المنتدى آية يتضمن 47 بحثا يستهدف زيادة الوعي بقضايا المياه حول العالم. منذ قليل كان هناك انعقاد لمنظمة التعاون الإسلامي وخاصة مجلس المياه في هذه المنظمة، حيث تم تبادل الخبرات فيما بين الدول الإسلامية في مجال المياه ومجال ندرة المياه والعمل على الاستغلال المياه الاستغلال الأمثل. وقد نقلت مصر خبراتها في استغلال المياه والتعامل مع ندرة المياه في هذه الجلسة وهذا الاجتماع، حيث كان هناك استضافة لبعض المزارعين الذين نجحوا في الاستفادة من المياه في الزراعات وتقليل الفائض من المياه في الزراعة والعمل بوسائل الري الحديثة، وقد نجحوا في ذلك. وتم عرض هذه النجاحات على منظمة التعاون الإسلامي، على مجلس المياه وعلى الدول الإسلامية المتواجدة في هذه المنظمة لعرض هذه الخبرات وتبادل المنفعة والخبرات فيما بين الدول الإسلامية بعضها البعض، وذلك على هامش ذلك المنتدى الخاص بأسبوع القاهرة للمياه. إن تحدثنا عن جهود الدولة المصرية لدعم قضايا المياه، فقد رفعت مصر ميزانية وزارة الري والموارد المائية إلى 7,500,000,000 جنيه بفارق 30% على الأقل من العام الماضي. وأيضا إن تحدثنا عن أهمية المياه في العالم وما يفقده العالم من مياه وعن ندرة هذه المشكلة التي تم عمل عنوان لهذا المنتدى هذا العام، الاستجابة لندرة المياه، إن كان هناك من حديث فيفتقد 2.1 مليار فرد إلى خدمات مياه الشرب المأمونة، يفتقد 4.5 مليار فرد إلى خدمات المرافق الصحية، ويعاني 1 من كل 10 أشخاص في العالم من شح المياه، و90% من الكوارث الطبيعية هي متصلة بالمياه، وتستهلك الزراعة حول العالم 70% من المخزون العالمي للمياه. وبالتالي آية، يعني هناك اهتمام كبير من الدول بالمياه وندرة في مصر، يوجد ذلك الاهتمام حيث تم عمل ذلك المؤتمر العالمي الذي نال أهمية عالمية من الحضور الذين يحضرون في ذلك المؤتمر. كما ذكرت لك، 100 دولة عربية وأجنبية يحضرون هنا في ذلك المنتدى، فضلا عن 30 منظمة يحضرون في ذلك المنتدى لأهميته ولتبادل الخبرات فيما بين الدول بعضها البعض في مجال ندرة المياه وكيفية الاستفادة الكبرى من المياه. هذا كل ما لدي آية، وعودة إليك مرة أخرى في الاستوديو. زميلي أحمد رجب مراسل إكسترا نيوز، أنا بشكرك يا أحمد، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.